هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف الأول المتوسط، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your activity on page 64. صفحة 64، lesson 8 exercise 8. وطبعا هذا التمرين فقط أو هذا الليسن موجود فقط في كتاب الأكتيفيتي بوك. Answer these questions، أجب عن هذه الأسئلة. About yourself، حول نفسك. طبعا يريد من عندك الجواب على هاي الأسئلة حول نفسك، يعني كل طالب جوابه راح يكون أكيد مختلف. Have you ever told a lie؟ Have you ever told a lie؟ هل أنت فيما مضى قلت كذبا؟ 2. Have you ever been to London؟ هل أنت فيما مضى ذهبت إلى لندن؟ Have you ever lost your purse؟ هل أنت فيما مضى فقدت محفظتك؟ Have you ever written to a friend؟ هل أنت فيما مضى كتبت إلى صديق in England، في إنجلترا؟ طبعا الجواب لو يس لو نو. إذا جوابك يعني حسب الطالب، قلنا حسب رأي، إذا جواب طالب يس يقول يس I have، وإذا نو نو I haven't بالنسبة لكل الأسئلة. يعني مثلا الجواب الأول no I haven't أو yes I have، يعني حسب رأي الطالب قلنا. فهنا أعطيناكم إجابتين، إذا تريد تقول no I haven't تكتب هاي العبارة، وإذا yes I have تكتب هاي العبارة على كل الأسطر والنقاط. Exercise B، write the names، اكتب الأسماء of these countries، لهذه البلدان in alphabetical order، في الترتيب الأبجدي. طبعا عندنا هاي البلدان مثل ما تلاحظونها USA، سعودي أرابيا، رشا، كندا، سكوتلاند، UAE، تشاينا، يمن، اسبين، وفرنسا، وإيراك. كل بلد يبدي بحرف مختلف، يعني مثلا USA تبدي باليو، سعودي أرابيا تبدي بالاس، رشا تبدي بالار، وهكذا. أو طبعا يريد من عندك ترتب هاي الأسماء أو الكلمات بالترتيب الأبجدي. يعني شلون؟ يعني عندك الأحرف باللغة الإنجليزية A B C D E F إلى آخره، يعني هذا ترتيب الأحرف باللغة الإنجليزية A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هاي الأحرف حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية، ويريدك ترتب الأسماء اللي يعطيك إياها حسب الترتيب. يعني الكلمات اللي تبدأ بالأي تخليها بالبداية، واللي تبدأ بالبي تخليها بعد بعدها، واللي تبدأ بالسي تخليها بعدها، وهكذا. فتجي للكلمات اللي عندك، عندك كلمات، يعني هذا حل التمرين هسه الموجود، كلمات ما عندنا كلمات من ضمن الأسماء بها أي، ولا عندنا كلمات بها بي، لكن عندنا كلمات بها سي. فنخلي الكلمات اللي بيها سي بالبداية، لكن شلون رتب واحدة قبل الأخرى؟ أيضا نروح للحرف الثاني، كندا تبدي بعد الأس حرف أي، فهي تكون ترتيبها قبل تشاينا. هنا فرنس يكون ترتيبها بالترتيب الثالث، لأن هنا ما عندنا دي ولا إي، عندنا إف تنزل هنا فرنس. زين، جي ما عندنا كلمات تبدي بالجي ولا بالإتش، عندنا كلمات تبدي بالآي هي العراق. زين، كلمات تبدي بالجي ماكو، بالكي ماكو، بالال ماكو، بالام، بالان، بالاو، بالبي، بالكيو، كل هذن ما موجودات، ما عندنا كلمات تبدي بذن الاحرف. عندنا كلمه رشا تبدي بالار فتترتب بعدها. الاس عندنا سعودي ارابيا، وعندنا سكوتلاند، فسعودي ارابيا تكون قبل سكوتلاند، لان بعد الاس هنا اي، واو سكوتلاند، ونوب سبين، يعني حسب ترتيب الاحرف حسب ترتيب الاحرف الثاني. نرتب كلمات اللي نفس الحرف الاول، يكون ترتيب حسب ترتيب الحرف الثاني. زين، عندنا ايضا بعدها اليو، هنا يو موجوده، ما عندنا تي، عندنا يو، اليو اي اي، والنوب يو اس اي. ليش هنا يو اي اي؟ لان بعد اليو اي تسبق اللي بعد اليو اس، يو اس اي. اخر حرف اللي موجود عندنا يعني ما عندنا دبليو، ما عندنا يعني في ولا دبليو ولا اكس، عندنا كلمه تبدي بالواي اللي هي اليمن، وكلمه بالزد ما موجود. فيكون ترتيب الكلمات بالشكل هذا اللي قدامكم، وهذا طبعا تمرين مهم جدا يحفظ. اكسرسايز سي، ري اوردر ذا ويردز، اعد ترتيب الكلمات تو ميك كوريكت بوزيشن،
لعمل correct questions، لعمل سؤال أو أسئلة صحيحة. يعني هاي الكلمات نعيد ترتيبها حتى نرتب، نصير عندنا سؤال بشكل صحيح. فراح يكون الجواب بشكل التالي: Number one, what are you thinking about؟ ما الذي تفكر حوله؟ Number two, where do lions، أين الأسود؟ And the elephants come from، من أين تأتي الأسود والنمور؟ ولا من أين تأتي الأسود والفيلة؟ How many restaurants، كم عدد المطاعم have you eaten، التي أكلت فيها؟ فهنا يكون هذا التمرين بهذا الشكل، وهذا طبعا التمرين أيضا يحفظ. Write the correct form، ضع الشكل الصحيح of the adjectives، يعني إذا ما عندك تضع الشكل الصفة adjectives، الشكل الصفات الصحيح بهذا التمرين. وطبعا هذا التمرين حول استخدام الكمباراتيف، صيغة المقارنة والتفضيل. بالبداية قبل لا نحل التمرين، المفروض نعرف شلون نميز كلمة صيغة المقارنة من صيغة التفضيل في حالة ملء الفراغات. فهنا الجملة الأولى صيغة مقارنة، شو عرفناها؟ من خلال كلمة ذان. فالكلمة أو الجملة ذا بيها ذان تكون صيغة تفضيل، يعني الصفة ما بين الأقواس تصير بشكلها صيغة مقارنة، أو سوري، يعني الجملة اللي بيها ذان تكون صيغة مقارنة، يعني اللي ما بين قوسين الصفة نخليها بصيغة المقارنة ونطبق عليها شروط صفات المقارنة. يعني يا أما نضيف لها ER أو يا أما نضيف لها more إذا كانت الكلمة من أكثر المقطع. فبما أنه الكلمة important بها أكثر من مقطع واحد، يعني عدد حروف اللي عليها I والO والA، فهنا هي تقطع الكلمة صاعدة ثلاث مقاطع. فإذا الكلمة هاي طويلة فنضيف كلمة more، تصير more important. يعني in Iraq، في العراق، the oil industry، صناعة النفط، is more important، أكثر أهمية than fishing، من الصيد. هاي number one. Two، هنا هاي الجملة ما بيها ذان، إذا صيغة تفضيل. والدليل الثاني على أنه الجملة صيغة تفضيل من خلال كلمة الذي اللي موجودة قبل الصفة. فصير أيضا هنا هاي نطبق عليها قواعد صيغة التفضيل، يا أما نضيف لها EST، يا أما نضيف most إذا الكلمة طويلة، يعني من أكثر من مقطع نضيف most قدامها. فبما أنه beautiful بها أكثر من مقطع، شوفوا حروف علة موجودة عندنا، وحرف صحيح، وحروف حرف علة، وحرف صحيح، حرف، إذا الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع، فنضيف لها كلمة most، تصير most beautiful buildings in Iraq are the mosques. يعني I think، أنا أعتقد that the beautiful، بأن أنا أعتقد بأن البنايات الأكثر جمالا، البيلدينجز ان العراق، في العراق، هي المسك الجامع. فهنا يكون حل التمرين، هنا اللي جوه الفراغ، بالفراغ نكتب كلمة more important، الفراغ الأول، والفراغ الثاني most beautiful. وهذه كلمة موجودة درسنا أعزائي الطلبة. meet you next time.